والموضوع النهارده يعني موضوع مهم الحقيقه، اللون الاخضر يعني، والسر في اللون الاخضر اللي احنا يمكن كتير مننا ما بنبقاش مهتمين قوي ناكل حاجات خضراء. فلو نتكلم عن اهميه اللون الاخضر والسر فيه، يعني السر في انه اللون ده تحديدا يعني العناصر الغذائيه الخاصه بالحاجات اللي لونها اخضر مختلفه. احنا يمكن اللون الاخضر احد المعجزات الطبيه الطبيعية الطبيعيه اللي موجوده، وخصوصا في مصر يعني رخيصه جدا، يعني رخيصه السمن التمام. جدا، نقدر ان احنا نجيبها بكل سهوله، موجوده تعتبر في كل بيت في كل مكان. فيمكن اللون الاخضر سر زي ما بتقولي من اسرار الحياه، وده نتيجه وجود ماده مهمه جدا هي ماده الكلوروفيل. طيب ايه يا دكتور ماده الكلوروفيل دي، او انا هستفاد منها ايه، او ليه حضرتك بتقول سر من اسرار الطبيعه ومعجزه طبيه وما الى ذلك؟ يعني انت يعني هنشبه، انت شفت الدم اللي موجود عندنا تمام، بيبقى فيه ذره حديد وحواليه هيموجلوبين ويدينا اللون الاحمر، ده الدم بتاع الانسان. أي تمام. طيب الدم بتاع النبات عباره عن ايه؟ هو صبغه الكلوروفيل، يعني اللون ده يعتبر الدم بتاع النبات، ذره مغنيسيوم او معدن المغنيسيوم وحواليه المعادن وحواليه صبغه الكلوروفيل. طيب دي احد اقوى مضادات الاكسده على الاطلاق طبعا. طيب لما اذكر كلمه مضادات اكسده، يعني احط بقى افتح قوس كده واحط بقى مضادات الالتهاب، مضادات للشيخوخه، مضادات للحاجه اللي ممكن تاذي البنكرياس اللي هي وتسبب لي مرض السكر، مضادات لتصلب الشرايين، مضادات للحاجات اللي ممكن تكرمش الجلد وما الى ذلك وتدخلني في مرحله الشيخوخه. يبقى اذكر كلمه مضادات اكسده، يبقى نفتح القوس كل الحاجات دي تندرج الكلام تحتها. ده معلش تعالى بس ايه تحتها. نقول للساده المشاهدين اللي هي عباره عن ايه، البقدونس طبعا موجوده في البقدونس، في الكزبره، في الشبت، في الكرفس، في الجرجير، في السبانخ، في البروكلي، كل اللون الاخضر ده الدم حتى الملوخيه بتاع، حتى الملوخيه موجوده في الملوخيه، حتى يعني ده يعتبر ماده خام. على فكره دلوقتي بتباع، على فكره موجوده كماده كده يعني كماده لوحدها. انت لو جربت ان انت تتناول الحاجات دي مش هتحتاج للقهوه اتناولها الصبح. كعصير ولا اتناولها اكلها؟ بص احنا معانا حاجتين اتنين، يا عصير لو انا مش ما عنديش وقت ان انا مثلا، او مش يعني الوقت بتاعي ضيق ولا حاجه، نازل الصبح ولا حاجه، ممكن اتناوله كعصير. عارفه انت هتحسي بعد مثلا اسبوع من الاستخدام او 10 ايام من الاستخدام ان روحك ابتدت ان هي ترد، هنحس بفرق، هتحس بفرق رهيب جدا جدا مع استخدام هذه الماده اللي هي ماده الكلوروفيل اللي هي موجوده في كل الحاجات الغذائيه اللي احنا بنقولها. يعني لو خدناها عصير بتفرق عن لو كلناها في النتيجه مثلا بتختلف، او في حاجه اسرع من حاجه؟ لا النتيجه واحده. انا بالنسبه لي بس اكل حاجه طازه علشان الزيوت الطياره اللي موجوده فيها ما تكونش ان هي جفت خلاص، فناخد الحاجه طازه فقط لا غير، ده افضل تناول ليها. لكن سواء هتناولها عصير او هتناولها مثلا في الفطار او هتناولها لوحدها، انا ما عنديش اي مشكله خالص في في حاجات صعبه تناولها لوحدها، يعني زي الشبت مثلا، ممكن تحطيه في السلطه، يعني ممكن تزوديه في السلطه.